توا حنستفتحوا مع بعض فقرة انستا ستار مع النجم ميسي اللي مع نجمه حتى على الانستا مش بس في الملعب، علشان هيك اخترناه لكم اليوم في انستا ستار لهالاسبوع. نطلعوا نشوفوا تقرير على الانستا متاع ميسي وراجعين مع بعض. ليونال ميسي، أو كيف ما يحب الناس يضبحوا له، ليو ميسي، من أشهر لاعبي كرة القدم والحاصل على 6 كرات ذهبية كأحسن لاعب في العالم. أكثر من 141 مليون متابع وحوالي 600 صورة منشورة على حسابه على الإنستغرام. ليو مداير متابعة ل 230 حساب على الإنستغرام تقريباً. منشورات متنوعة لميسي بين صور في الملاعب، صور في التمارين اليومية مع فريقه، وصور مع عائلته، ومجموعة من الفيديوهات اللي دائماً ما يظهر فيها باستثناء عدد قليل من الفيديوهات اللي شاركها مع جمهوره، منها فيديو دعائي لمعرض دبي 2020. عدة حسابات على الإنستغرام تحمل اسم ليونيل ميسي، لكن كلها حسابات مزيفة، الشيء اللي خلى ميسي يقوم بفيديو توضيحي لمتابعيه في 2015 ينشر فيه حسابه الشخصي والرسمي المعترف به والمسجل بإدارة إنستغرام.